البنت السبب تستحق البنت السبب تستحق حاجات هي اللي دفعته لكل ده ناس رسميا محامي يتقدم بطلب لتمكين محمد عادل من الطعن على حكم اعدامه. محام يتطوع ويطعن على حكم اعدام محمد عادل. السلام عليكم. لطفا قبل ان نبدا لا تنسوا ان تعطروا فمكم بالصلاه على النبي، ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. ومش لازم كل موضوع يبقى ليا في راي. الزاوية الثانية تحت مسمى الحب نعمل كل حاجة بقى، تحت مسمى الحب نطلع بره نعمل علاقات كاملة. حرام عليكم، شفت البنت عملت تتعامل فيها ايه؟ حرام عليكم شفت البنت عملت تتعامل فيها ايه؟ في الآخر بتقولوا عليها كلام ليه؟ حرام عليكم. رسميا محامي يتقدم بطلب لتمكين محمد عادل من الطعن على حكم إعدامه. تقدم خالد دسوق البري المحامي بطلب للمحامي العام الاول لنيابات جنوب المنصورة لتمكين المتهم محمد عادل محمد اسماعيل قاتل الطالبة المنصورة نير اشرف والمحكوم عليه بالاعدام شنقا في الجناية رقم 11409 لسنة 2022 جناية قسم اول منصورة والمحكوم فيه بجلسة السادس من يوليو 2022 من التقرير بالطعن بالنقد من سجنه بسجن جمصة العمومية حتى يتمكن من ايداع اسباب الطعن بالنقد. وذكر الطلب المقدم بأن المادة 34 من قانون رقم 57 لسنة 1959 وفقا لآخر تعديل صدر في ديسمبر 2019 في شأن حالات وإجراءات الطعن من محكمة النقد نصت على يحصل الطعن بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف 40 يوما من تاريخ الحكم الحضوري أو تاريخ الحكم الصادر في المعارضة. كما انقدت محكمة النقد أنه متى كان من الثابت أن المتهم قد أبدى وهو بسجن رغبته في أن يطعن في الحكم الصادر ضده بطريقة النقد في الميعاد، وأثبتت رغبته في أن يطعن في الحكم الصادر ضده بطريقة النقد في الميعاد وأثبتت هذه الرغبة كتابه بالأوراق ووقع عليه، فإن ذلك يعتبر قانونا تقريرا بالطعن لو أنه لم يحرر طبقا لما يتطلبه القانون في هذا الشأن، ويكون الطعن مقبولا شكلا. محام يتطوع ويطعن على حكم إعدام محمد عادل. قدم محام مصري متطوع أمس الأربعاء مذكرة إلى محكمة النقد للطعن على حكم الإعدام الصادر بحق محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نير أشرف. وتقدم المحامي المصري خالد البري بمذكرة من تلقاء نفسه تعاطفا مع محمد عادل قاتل نير أشرف حسب ما أفاد المحامي أحمد حمد الموكل لأسرة القاتلة. وأصدر مكتب المحامي فريد الديب بيانا صحفيا بشأن قضية مقتل الطالب نير أشرف، أكد خلاله استمراره في الدفاع عن الطالب محمد عادل قاتل زميلته نحرا أمام جامعة المنصورة. وقال البيان أنه لا صحة للأخبار المتداولة عن انسحاب المحامي فريد الديب من الدفاع عن محمد عادل قاتل الطالب نير أشرف. مقابل 3 مليون جنيه أشرف نبيل يتولى الطعن على حكم إعدام قاتل نير أشرف. أصدرت مصلحة شهر العقار والتوثيق اليوم أول توكيل رسمي والوحيد بتوقيع المتهم محمد عادل المحكوم عليه بالإعدام يتولي المحامي أشرف نبيل مرحلة الطعن في حكم إعدامه، وذلك بعد أن أعلن المحامي شروط قبول القضية بعد تفاوض دام أكثر من 45 يوما تلقيه مطالبات ورسائل عديدة من المتعاطفين مع المتهم وأسرته. وكان من أبرز الشروط التي وضعها نبيل هو أنه لا يتطوع مجانا ولا يقبل تحويلات من دون أجنبية، وأنه يجب أن يوكل رسميا في القضية من المتهم أو أهليته. وفي نفس السياق كشفت إحدى المصادر أن أسرة مصرية أثرية قد تواصلت مع نبيل منذ أيام وتفاوضت معه لتولي مرحلة الطعن وتوكيله رسميا في القضية بموجب توكيل رسمي من المتهم صادر من سجن جمصة شديد الحراسة. وبذلك يكون أشرف نبيل هو المحامي الوحيد الموكل رسميا من المتهم. وبمقابل مادية كشفت مصادر أنه تخطى 3 ملايين لإعلام محلية مصرية مساء الاثنين بأن نبيل سيتقاضى 3 ملايين جنيه وهو مبلغ يثير دهشة الكثير بالنسبة للظروف المصرية. رئيس المحكمة أصدرت حيثية النطق بحكم الإعدام على المتهم محمد عادل والذي قتل زميلته نير أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة وقبل دخولها امتحان نهاية العام بعدما طعنها 19 طعنة وذبحها مع محاولة فصل رقبتها. وطلبت المحكمة في حيثية حكمها المشرع بإذاعة أحكام الإعدام على الهواء أو جزء منها لتحقيق الردع العام المنشود بعد تكرار حوادث الذبح ونشرها مما يثير الذعر في نفوس الآمنين من أبناء الوطن. بالفيديو محامي محمد عادل يوضح طبيعة اتهامه لعائلة نير أشرف بالبلطجة.
تحقيقات موسعة تجريها نيابة المنصورة في بلاغ المقدم من المحامي أيمن محفوظ ضد عائلة نير أشرف واتهامهم بالبلطجة، وذلك بعد الدعاء الإعلامي أحمد رجب باتهامات أسرة نير بالبلطجة والترويع ضده وضد محمد عادل ووجود طرف ثالث في القضية، حرض على قتل نيرة. واستمعت النيابة للمرة الثانية لأقوال المحامي مقدم البلاغ، وانتهت تلك التحقيقات منذ لحظات، وكان التحقيق منصب على تفاصيل البلاغ وسؤال حول أن هذا البلاغ يمثل اتهام المباشر من محفوظ لأحد الأطراف. وأكد محفوظ أمام النيابة العامة أن البلاغ لا يحمل اتهاما مباشرا، إنما هو بلاغ للتحقيق والفصل في تلك الواقعة وتقديم المتورطين فيها للمحاكمة الجنائية نظرا لخطورة تلك الجرائم. رسميا المحامي خالد الدسوقي يطعن على حكم اعدام محمد عادل قاتل نير اشرف. مقتل نير اشرف طالبة المنصورة، وتقدم خالد الدسوقي محمد مصطفى البري المحامي بالنقدة صباح اليوم الاربعاء مذكرة للطعن الى نيابة جنوب المنصورة الكلية امام محكمة النقد على حكم اعدام المحكوم عليه بالاعدام محمد عادل. وقدم البري نسخة مذكرة النقد للنيابة العامة لإرفاقها في أوراق القضية أمام محكمة النقد التي سوف تنظر في الطعن المقدم منه على حكم إعدام محمد عادل المتهم بقتل نير أشرف طالبة المنصورة. وعقب صدور حكم الإعدام بحق المتهم محمد عادل قاتل نير أشرف طالبة المنصورة، وفي اليوم التالي مباشرة يوم 7 يوليو وقع طالب رسمي داخل محبسه تحت رقم 447 لسنة 2022، والذي ينص على طلبه بالطعن على حكم إعدامه عن طريق هيئة دفاعه التي ستقدم مذكرة النقد على الحكم مباشرة. ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة قيام هيئة دفاع محمد عادل بدعاء مذكرة النقد بشكل رسمي قبل انتهاء المدة المحددة لتقديم مذكرة الطعن وهي 5 من شهر 9 المقبلة. ومن المقرر أن يرفق مع مذكرة الطعن المقدمة لمحكمة النقد عددا من الأوراق التي نصت عليها المادة 255 من قانون المرافعات. محامي قاتل نير أشرف 7 أشياء تنقذ محمد عادل من حبل المشنقة. كشف أشرف نبيل محامي محمد عادل صدر ضده حكما بالإعدام لإدانته بقتل طالبة المنصورة نير أشرف في تصريحات خاصة لدار الهلال أنه ستولى الدفاع عن المتهم أمام محكمة النقد ويعكف الآن على كتابة مذكرة النقد، وبعد الانتهاء منها سيعلن تفاصيلها في مؤتمر صحفي. وأضاف أسرة المتهم حررت لي توكيلا بتولي الدفاع عن ابنه محمد عادل، ووقع المتهم على التوكيل في السجن وأشار إلى توليه الوكالة عن والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. ما هو سبب انسحاب فريد الديب من الدفاع عن محمد عادل؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.